اريد الدهن، نخلي هسه ثوم مهروس مثروم، بعدين اخلي اللحم. هون قلينا بالسمن الثوم واللحم، اللحم الغنم بدون اوكي عدم. انا راح اخلي شويه فلفل اسود بس ما راح اخلي ملح. هسه شو اسوي؟ هلا اريد اضيف مي، انتظر فد 10 دقائق ربع ساعه يبدي يستوي اللحم. اوكي يلا اضيف معجون. هسه نخلي المي، شو نسوي؟ هلا نغطيها، ننتظر فد 10 دقائق ربع ساعه يفور اللحم. اضيف عصير الطماطم واخر شيء الباميه، اللي مثل ما قلت لك من فروزن راح تنهرس بسرعه. هسه بدات تفور، يعني بعد شويه هو يستوي اللحم. راح اضيف راس ثوم، ايضا محتاجين دهن سمنه. حمست البصل، خليت الحمص، مي، لحم، بدي اقلب شويه. وهسه نضيف التمن. حطيتي اذا سمن شوي، بصل حطيتي على مهله، ضفتي عليهم الحمص المجروش، وهسه اقلب وياهم التمن شويه حتى ياخذ الطعم مال الملح. شويه ملح. اضيف شنو؟ المي.